كلما تأخرنا أو تقاعسنا أو رجعنا شوية اللور كلما زادت هذه المافيا العسكرية ويدها المخابرات الإرهابية من تدمير البلاد ومن تحطيم معنويات الناس ومن تجويع الشعب ومن التعطيل ومن يعني مش أكثر من التجويع اللي راح الشعب الجزائري اليوم في بلد ثري وعنده إمكانيات هائلة. بكل أسف وألم والله لو كان عندنا واحد في المئة أنهم صادقين أو ممكن يخرجوا البلاد بحل لما ترددنا أن نمد أيدينا وأن نصل إلى حل حتى بوجودهم لكن نحن نعرف أنه لا يمكن أن الله لا يصلح عمل المفسدين ونحن هؤلاء ما نظريا جربناهم عمليا ونعرف أنهم كاذبين بل كذابين يعني. مش حتى كاذبين فقط كذابين تعودوا على الكذب تعودوا على النفاق تعودوا على الخداع ولا يخدع أي واحد لم الشمل وما عارف كله أكاذيب لكن وضعهم الدولي راه يزداد سوء أصحابهم في إسبانيا كم شوفوا داروا عليهم بين عشية وضحاها إسبانيا راني كنت باش نتكلم على موضوع آخر في إسبانيا لكن الآن ربما نخلوه مرة أخرى بين عشية وضحاها ولو جايبين اليوم مقال في وكالة الأنباء العصابه يقول لك اسبانيا اصبحت جزء من المشكله وليس جزء من الحل زعما نقلينها على واحد اسبانيولي ها قبل شهر كنت تقولوا لنا اسبانيا هي هي كلش باش تعرفوا بلي هذه العصابه راهي تخسر على المستوى الخارجي مش قادره تبني تحالفات على المستوى الداخلي راهي تزداد الشعب يزداد كراهيه لهم الناس تزداد وهي تشوف ان التجويع مقصود في كثير من الحالات وراكم شايفين وضع الزيت والحليب والسميد والبطاطا وغيرها هذا وطننا هذا بلدنا هذه أرضنا يجب أن نتحد مش شرط أن نكون في كلنا في تنظيم أو في لكن أن تكون فكرتنا هو دولة مدنية مش عسكرية الباقي تختلف الناس عليه فيما بعد أن يكون فكرتنا أن إما أن ننقذ هذا الوطن وهذه البلاد من هذه المافيا، أو أنها ستهدم البلاد بما فيها جغرافية البلاد، بما فيها أرض البلاد.